السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب اشوفكم بصحة وسلامة سعيدة. النهاردة بابا عمل بلح الشام بطريقة سهلة جدا جدا وعمرها ما هتخيب معاكي. انا نفسي اتصدمت والله وانا واقفة جنبي. ادي العيش لخبازه فعلا، اوعي تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق حلو من ايديكم عشان بابا بيفرح بيه جدا والله. يلا بينا نشوف ايه الاخبار، وده بناء على طلب مشاهدة. يلا بينا. دلوقتي زي ما انتم شايفين ده عباره عن 250 جرام دقيق، يعني حوالي ربع كيلو دقيق، وما شاء الله ربع هيرمي معاك كتير، يعني مش قليل، لا ده هيكفي لو اسره فيها اب وام وثلاث اولاد واربع اولاد كمان هيكفيهم. ايوه معاهم ذره ملح صغيره، وهنحط الملح ده في اي، يعني ده كم جرام؟ ما حوالي 250 جرام، يعني قول حوالي ربع كيلو، ربع كيلو، ربع كيلو دقيق عليه ذره ملح، ذره ملح صغيره، وبنحطها لسبب واحد عشان يبقى فيه بركه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اي عجين فيه ملح بيبقى فيه بركه. طيب وده ايه؟ ودي عبارة عن تلت كوباية زيت، مش نص، تلت كوباية زيت. هبص ايدك يا ابو. ايوه تلت كوباية زيت اهو، نفس الكوباية هي كوباية مية. ايوه خليهم شايفين تحت، مش كوباية مية، نفس الكوباية هي تلت، يعني كوباية مية تلت كوباية زيت، يعني هي كوباية مية عليها تلت كوباية زيت اللي هي تلت كده يعني. المقاس هو تلت كوباية زيت. ماشي يلا. وربع كيلو دقيق وذرة ملح، أكتر من كده مفيش في العجينة بتاعتها. طيب لا بتاخد بيكنج باودر ولا بتاخد خميرة ولا أي شيء من الحاجات دي كلها، أكتر من كده مفيش، عشان الحاجة سهلة بالنسبة لكم. في واحد ربط بيت تنسى تحط بيكنج باودر تحط خميرة تبوظ الدنيا كلها، مفيش لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا أي حاجة. طيب هنحط إيه؟ هنجيب كده على النار زي ما أنتم شايفين. أيوه وبعدين هنحط عليها كوباية المية أهي. أيوه كوباية المية بنحطها، وبعدين بنحط عليها على كوبايه الميه تلت كوبايه الزيت زي ما انتم شايفين اهو، خلاص يبقى حطينا الزيت مع الميه، ونستنى لما ايه تسخن وتغلي. لازم تغلي الاول وتسخن، لان ايه اول ما تسخن وتغلي طبعا انتم شايفين هنا اهو، هنا اهو هنحط ذره الملح على الدقيق اهي. ايوه اهي ذره الملح على الدقيق اهو، اول ما تغلي الميه هنسقط ننزل بالدقيق، وهتشوفيني بقلب هي دي العجينة، وبعد كده هنبردها إن شاء الله. كده المية غليت. دلوقتي شايفين المية بتغلي إزاي؟ صوتي المية. أيوه. المية بتغلي إزاي؟ كويس؟ لازم تغلي كده. مجرد ما بتغلي. يبقى هنا كوباية مية على كوباية ربع ربع كوباية زي ما شفته، أو تلت، يعني حوالي تلت أو ربع كده مش هيتأثر، يعني إذا كان ربع أو تلت مش هيتأثر. المهم هو الفكرة من إيه؟ إنك أنت تحط المية على الزيت. الزيت ده لما بتعجن الدقيق هو ده اللي بيخلي بلح الشام مفرغ من جوه ومليان عسل كده، لو ما عملتش الزيت بيبقى طالع مكتوم منصوص، يعني ده هو ده الفكره في حكايه الزيت. بس هننزل بالدقيق اهو زي ما انتم شايفين. سامعين؟ بسم الله ما شاء الله اهو، يا رب تكون ايه؟ صل على النبي. السلام. اللي هي اهي نستغله، يعني لازم استغله. نقفل البوتاجاز. نقفل البوتاجاز؟ قفلنا البوتاجاز. عادي ناخدها كده؟ ايوه. ناخدها على أي حاجة مسطحة. أي حاجة مسطحة. ماشي. بكل بساطة. ماشي عشان الحركة. شايفين؟ أيوه. بنعمل دي كده عشان تبرد بسرعة. أهي هتبرد. طيب دلوقتي الحمد لله صليت خلاص فرض ربنا. حرام من يبوب. يا جماعة. فدلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اللي انا عملتها لكم اهي ورقة. بقت حلوة دافية. خلاص بردت خالص. شوفي بردت خالص اهي. بناخدها بكل بساطه اهي، يعني اهم حاجه تبرد لدرجه ان احنا نمسكها بايدينا كده، قصده كده فاهمين؟ اهي قلب بوله زي كده اهي. اهو انا قلت لك يا بابا نصور الصبح، بحب تصوير النهار. لا يا حلو اهو جميل. ادينا خلصنا من حكايه ايه؟ شايفين؟ وبعدين طبعا انتم تكون في برضه ملحوظه مهمه هنا هقول لكم عليها تبقوا عارفينها. انتوا مجهزين العسل، الشيء السيروم بتاعها اللي هو العسل. العسل بيكون زي ما شوفوا انتوا عاملين ازاي، عامل ازاي العسل تقيل تقيل، ده نفس السيروم ونفس العسل بتاع الزلابيه. اذا كنتوا فاكرين ان حلقه الزلابيه ولقمه القاضي هو نفس السيروم كان باقي منه يا جماعه، احنا حطيناه في الثلاجه. شوفوا عامل ازاي تقيل مش خفيف. ان شاء الله بتزيد العجن ننزل ببيضه بيضه، ما ينفعش تحط البيض كله بواحده، لو بيضه بيضه زي ما انتم شايفين كده، كل ما تلاقي العجينه شربت البيضه تحط واحده غيرها، كل ما لغايه ما تلاقي ايه تلاقي القوام بتاعها. وراكم دلوقتي بعد ما نحط البيض يخلص البيض كله
هتلاقي القوام بتاعها يعني ممكن يبقى ربع كيلو أقصى يعني أقصى حاجة خمس بيضات مش صغيرين شفتهم دول لكن لو كبار ممكن أربع بيضات الكبير لو بيض كبير يبقى أربعة ماشي صغير يبقى خمس بيضات ماشي مش صغير قوي يعني يبقى وسط برضه مش يبقى تجيلي بيض جمامة ولا بيض بتاع صغير قوي بتاع عصفورة تقول لي بيض لا أه بيض قدام أيوه بعد كده هيفضل إيه شوفي شوفوا العجينة بتشرب البيض إزاي أيوه أهو التالتة دي اللي التالتة ولا الرابعة المهم دلوقتي بس عايز يشوف هما يفضل يشرب كل ما البيض يشربه كل ما تلاقيه بدأ يلين معاكي وبعدين تدعكي فيه جامد عشان يبقى ايه ناعم الملمس بتاعه ناعم زي الحرير كده ما بقاش فيه تخريز عشان لما تيجي لو في تخريز هيضايقك وبعدين تحط لي ايه فانيليا دي فانيليا دي تحط كاسين فانيليا كده عشان زفرت البيض فانيليا جايبينها من مصر ام الدنيا في فانيليا باودر زي اللي شفت شايفينها درس في الصوره وفي سائله دي او دي مش مشكله المهم ايه الفانيليا عشان ايه تضيع زفر البيض وتبقى معلقه صغيره خالص ومكتروش الفانيليا عشان ايه هما الكاسين دول بمقام ايه يعني معلقه شاي ممسوحه لان كتر الفانيليا بيمرر الحاجه يمررها يعني طيب. لكن قلتها بيبقى كويسه وبتدي ريحه حلوه ماشي دلوقتي بقى عشان ناخد العجينه ونحطها في كيس الحلويات انا دهنت ايدي زيت يعني ايدي لاحظوا ايدي مدهونه زيت دلوقتي ليه عشان العجينه كلها بيض وهتلزق في ايدك ايوه وكده بتحطها في كيس زي كده يعني هو عشان تستشير بسهوله العجينه دهني ايدي ادهني ايدك زيت ولا تلبسك الربز ولا اي حاجه ولا جوانتي ولا حاجه دي تمام ايدك تلزق زيت ولازم مفيش حاجه تحط العجينه في كيس الحلويات زي ما شفتي وايدك تنضفها زي ما هي وتكوني مجهزة الزيت بارد زي ما قلت هتيجي تقطعي وزي ما انا بقطع كده الزيت ده بارد خالص أيوة. لسه ما ولعتش عليه ايوه ليه عشان ده مش زي الزلابيه لو ولعت عليه وسخن يبقى ريحه الشمال هتنزليه هينزل هيتمص يبقى زي ما هو يعني يبقى رفيع ويبقى مكتوم من جوه ما ينفعش ويتشقى كمان ممكن يشرخ في قلب الزيت ايوه يعني هو لازم يعني. لازم الزيت يبقى على بارد, بارد جدا حتى لما تيجي عندك عجينه كتير وخلصتي مثلا اول طرحه دي احنا بنسميها طرحه يعني في الشغل في الحلويات ما تقطعيش كتير في قلب الحاجه الواحده عشان بيقطع بص انا هقطع قد ايه خدوا بالكم هقطع انت تحسبوا كده ايه ان بيقول لك هو مالاش في واحده ست تقول ايه هو مالاش يتصل ايه على الاخر لا الطاسه تبقى مفرغه قوي كده لان ده دلوقتي هتشوفوا قدام عينكم لما هيسخن الزيت هيكبر ويغلط اهو وعامل زي الخياره الواحد عامل هيبقى بصي اهو شايفه غلط ازاي هيبقى عامل زي القطه والخياره يعني لو انت عملت كتير مش هتعرفي تقلبي التقليب اللي بقلبه ده ايوه اهو هتشوفي دلوقتي هو هيملى الطاسه لوحده ايوه يعني هو بيقول ما تكتروش الكميه قوي علشان ويا ريت تبقى الحاجه الصينيه مسطحه وكده مضوء يعني شويه علشان تاخد راحتها في السوى يعني بصوا ما شاء الله شايف شايف يا بابا ما شاء الله وبعدين يبقى اللون ذهبي بقى يعني في ست ممكن تخليه لما يحمر خلاص او يحلق او يتحلق لا هو مجرد ما خد اللون الذهبي ده أيوه. اجمل لون ولا هز حاجه خفيف جدا طلع خفيف جدا ما شاء الله دلوقتي شوفي لما بتعمل في العسل أيوه. هتلاقي حتى بيلمع في لمعه انتوا شايفين لمعه كده ملاحظين لمعه على كل صباع من بلح الشام اهو بيلمع ليه ده عشان العسل انتوا عاملينه ثقيل لو خفيف مش هيعمل اللمعه دي هيعجن ويعجل. لو خفيف لو خفيف هيبقى معجن يا جماعه لازم يكون شربات تقيل الشربات كوبايتين سكر على واحده ميه عليها واحده ميه بنفس الكوبايه نفس عيار الكوبايه وشويه سنة نص ليمونه يا اما سنه شعره ملح ليمون لو عندك شعر ملح ليمون لان حادق جدا يعني شعر صغيره خالص يعني ترطيف صوابعك مفيش ملح ليمون مفيش مشكله ليمونه وصغيره نصين بالسكينه وحطها مع السكر والميه ايوه صح كده والهنا والشفا وبعدين في اخت من الاخوات برضو قالت لي انا عايز اصبع زينب فان شاء الله برضو هعمل لها اصبع زينب عاوزين كل حاجه واطلبوا كل حاجه يا جماعه ان شاء الله قبل رمضان كل سنه وانتم طيبين طبعا يا هيل يا بابا بقى هعمل لكم صينيه الكنافه برضو واعملها لكم بالكريمه مره واعمل لكم صينيه مره ايوه والقطايف في بعض الناس وبعض الدول الاوروبيه والناس اللي بيبقى بعيد ما يعرفش يشتروا قطايف منين او ما فيش قطايف فانا هوريكم بعدين وليس الحب إلا